السلام عليكم اعزائي في كل مكان، اهلا بكم حلقه جديده وزراعه. النهارده هنتعلم ازاي نعمل بيتموس منزلي. شفنا فيديو سابق ازاي نعمل كومبوست منزلي، لكن النهارده هنعمل بيتموس منزلي، يعني تربه خفيفه نقدر نزرع فيها البذور، نقدر نزرع فيها اي حاجه لكن منزليا. النهارده مش هنستعين باي حاجه من بواقي المطبخ، هنشتغل بورق الاشجار فقط. ده ورق موز واي ورق اشجار بقى موجود اهو، ده ورق كابوتشي وهكذا. نجيب الورق ده كله بسرعه جدا ونحطه في الجردل ونجمعه، نبلبله كده بشويه ميه ونغطيه تماما. والمره دي مش هنحطه في الظل، لان المره دي هنحطه في الشمس، لان انا عايز درجه الحراره تعلى وبالتالي الضغط يعلى وبخار الميه ده يتبخر وينزل يتكثف وهكذا. هنحط الجردل في الشمس وهنشوف هيتحل عندنا بعد قد ايه كمدة، ودي تجربة عملية اهو شخصية ليا. ويلا بينا. بعد اسبوع انا رطبتها طبعا. طبعا ورق الموز بياخد وقت كبير في التحلل، لكن بقيت الورق تحلل اهو وبقى تربة بديلة للبيتموس تماما، تربة خفيفة جدا. طبعا ده في اسبوع واحد بس، وكالعادة العروق دي انا كنت نسيتها، المفروض ما احطهاش. احنا هنحط ورق الشجر فقط، حتى ورق الموز هياخد وقت في التحلل شوية، لكن هو بالفعل ابتدى يتحلل اهو، وابتدى يبقى اهو، ابتدى يبقى خفيف جدا. فورق الشجر نفسه تحلل، ممكن هو بيقعد اسبوعين، لكن بيبقى تربة خفيفة جدا. ما رطبتهاش الا مره واحده، لما باجي اقلبها بقلب الجردل نفسه، يعني بغطي كده واروح اقلب الجردل كده كده بتتقلب، وبرجعها تاني تقليب بسيط جدا عشان ما افتحش، عشان لو في روايح او حاجه ما بطلعش ريحه كتير طالما بواقي ورق شجر فقط، لكن برضو الابره ما يسلمش، لكن برضو الامر ما يسلمش. هنسيبها اسبوع كمان، وباكد على ان انا بقفل عليها كده وبحطها في الشمس، هي لسه رطبه مش محتاجه ان انا ارطبها تاني. بعمل كده واحطها في الشمس طول النهار. لو عجبك الفيديو اضغط لايك، لو اول مره تزور القناه اعمل اشتراك، وشارك الفيديو ده لاصحابك عشان معلومات عامه الكل يستفيد، زكاه العلم نشره. واتمنى منكم تنتسبوا للقناه كنوع من الدعم عشان نطور من القناه ونقدر نتوسع في الفيديوهات ونجيب المعدات اللازمه، لان الموضوع بيحتاج كاميرا تصوير وادوات للتسجيل والمونتاج، وبرده معدات للزرع واشتال واشجار وقصص وتربه وبعض المبيدات. وبشكر كل الناس اللي شاهدت الفيديو، وبشكر كل الناس اللي عملت اشتراك للقناه. شكرا والسلام عليكم.